السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا بكم في قناتي اسماء عرابي. في الفيديو ده احنا هنتكلم وهنفند كل المواضيع الخاصة بالابحاث او المواضيع اللي انت هتعمل بيها الابحاث من سنة اولى تالتة ابتدائي لمرحلة تالتة اعدادي. برضو بأكد عليك ان انت لازم على الاقل من النهاردة تكون مجمع، لو هتبقوا مجموعة ما تزيدش عن 5 بيك، واقل حاجة تبقى انت لوحدك. هيتم تسليم البحث من 4 لـ5 اسابيع من الان، يعني اخرك في التسليم 15/5. خد بالك ان اللي مش هيقدر يعمل البحث على الانترنت هيطبع الورق وهيكتبه بخط ايده وهيروح اي سايبر يخليه يبقى ياخده سكان، يعني بيبقى كأن الورق مطبوع بس على 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 فلاشة يعني، ويوديه المدرسة والمدرسة بترفعه، بس برضو قبل يوم 15/5. خلينا نبدأ بقى مع بعض كده، ونبدأ من اول تالتة ابتدائي لحد ما نوصل لتالتة اعدادي. وفي نفس الوقت برضو هجيب لك مثال ازاي تعمل سيرش على الموضوع اللي انت عايز تشتغل فيه. معاك الاول بمعايير الحكم على المشروع قبل ما تعرف مواضيع المشروع، لان دي مهمة قوي ان انت تحطها في اعتبارك وانت بتشتغل عليه. عشان يبقى مشروعك مقبول ليه معيار معين، لان في مشاريع مش هتقبل، ولذلك هيجي امتحان قبل الدراسة باسبوعين. تكتب عنوان جذاب للمشروع، يبقى العنوان بتاع المشروع يبقى بيشد، يبقى كلمات تخليني عايز اقرأه. تعرض المشروع بطريقة منظمة، تنظم افكارك وتاخد الافكار من يعني من الاول، المقدمة تبقى كاتب تخصص تخصص تخصص، مثلا تخصص لي حاجة عناصر، وبعد كده تقولي نتائج، وبعد تقولي حاجات استنتجتها انت وحاجات انت عرفتها وهكذا، او نقاط تحسين. يعني تستخدم مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة، يعني ان انت لازم تاخد من كل مادة معلومة او حاجة او مفهوم تقدر توظفه معاك في البحث. تلتزم بعدد الكلمات المحددة، ما تقلش عن عدد الكلمات اللي هو مديها لك في نهاية كل مرحلة، وهتلاقي ده في نهاية كل مرحلة، وانا هحط لكم اللينك بتاع الفيسبوك اللي عليه كل مرحلة ايه هي مواضيعها وايه هي المعايير بتاعتها، من كام كلمة المشروع ومن كام كلمة ملخص المشروع، وبالنسبة للافتة او الحاجة اللي هتكتب فيها برضو ليها عدد معين من الكلمات سواء عربي او لغة انجليزية. نلتزم بجميع محاور المشروع، يعني انت تناقش كل نقطة وحاططها لك، مراعاة القواعد النحوية والإملاء وعلامات الترقيم. تاخد بالك قوي من علامات الترقيم اللي هي نقطة فاصلة بين قوسين، كل الكلام ده، ان بداية الجملة في الانجليش هتكتبها كابيتال، ان تاخد بالك من السبيلينج، من اللي هي ان تبقى الحروف مكتوبة صح بتاعة الكلمة وهكذا. عشان الناس اللي عايزة تجيب من برا، ان لو لقوا موضوعين مشروعين شبه بعض هيتم رفض الاتنين، والاتنين هيبقوا غير مقبولين وتعتبر راسب، وهتيجي قبل الدراسة باسبوعين تمتحن. فركز قوي ان انت اللي تشتغل بايدك وانت اللي تكتسب الخبرة. نقول بسم الله. اول حاجة الصف الثالث الابتدائي، خطوات المشروع البحثي. طبعا المواضيع ثابتة في مرحلة الابتدائي، وفي مرحلة الاعدادي برضو ليها مواضيع تانية، بس خد بالك ان النقاط الاساسية اللي انت المفروض هتتكلم عنها او العناصر اللي انت هتتكلم عنها مختلفة من مرحلة للتانية بما يناسب المرحلة اللي هي فيها المشروع. فخلينا نقول بسم الله ونبدأ تالتة ابتدائي. اول حاجة بيقول اقرأ المشروعات التالية واختر واحدة منهم للعمل عليه. يبقى انت تختار مشروع واحد سواء تشتغل وحدك او في وسط مجموعة. السياحة، تشتهر مصر بالعديد من الاماكن السياحية في ضوء دراستك، يعني انت هترجع لكتاب المدرسة. قم باعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي. اول حاجة اهم الاماكن السياحية ما تشتهر بيه واهم منتجاتها، مثل 1 سيوة والنوبة. اذا انت المفتاح اللي انت هتعمل بيه سيرش على اهم الاماكن السياحية هي 1 والسيوة والنوبة. خد بالك الكلمات المهمة اللي انت هتعملها عليها السيرش هو اعملها لك بخط تقيل كده، اسود تقيل شوية. يبقى دي هي المفاتيح اللي انا هحطها في كلمة في السيرش بتاعي لما اجي ادور عن اي مواضيع خاصة بالنقطة دي. بعد كده بيقول لك بقى اختار بقى مكان سياحي من الاماكن دي ونظم لها رحلة. عدد افراد رحلة هيبقى قد ايه؟ طبعا وسيلة النقل المناسبة هتبقى ايه؟ لو مسافة بعيدة قوي هتبقى طيارة، لو مسافة قريبة اوتوبيس مثلا، لو مسافة يعني مثلا زي اسكندرية مرسى مطروح الحتت دي اوتوبيس، لو مسافة اقصر من كده تبقى عربية. فبيقولك وزع عدد الافراد على عدد الحافلات، اذا انت هتشوف كل عربية فيها كام كرسي وبعد كده هتبدأ ان انت توزعهم على الحافلات. طيب فممكن مثلا احنا نخلي حد من زمايلنا هو ياخد النقطة دي، موضحا عدد الافراد في كل حافلة. يبقى انا كده هقول عدد الافراد على الرحلة قد ايه، وسيلة المواصلات المناسبة هي ايه،
تالت حاجه وهي اما وجه وزعهم على الحافلات دي وسيله المواصلات اللي انا قلت عليها، يبقى كل حاجه كل واحده فيها قد ايه، يعني كل اتوبيس هيبقى فيه كام واحد. بعد كده بقول لك اكتب كلمه ترحيب للسياح باللغه العربيه وباحدى اللغات الاجنبيه الاخرى. يبقى انت هتكتب كلمه ترحيب بالسياح بالعربي اللي هي اللافته اللي بالعربي، وفي نفس الوقت هتكتب واحده تانية بالانجليش. مثلا انت عندك الانجليش هو الاساسي في سنه ثالثه ابتدائي في العادي، او فرنش لو انت ايه في مدرسه تانية يعني عندك الفرنش في اللغات هو اللي سيد من المرحله دي. بس يعني خلينا في الاساسي اللي هو ايه، العربي والانجليش. تمام. طيب يبقى انا كده قلت لك اول مشروع، يبقى انت لما تيجي تعمل مفاتيح تدور بيها هتبقى واحد سيوه والنوبه. كده انت بقى هتشوف المكان انت حابب تعمل ليه. تاني موضوع لينا الطاقه. فبيقول الكهرباء استخدامات كثيره في حياتنا اليوميه، فبيقولي اهميه الكهرباء في حياتنا. اذا المقدمه الاول هتكلم عن الطاقه بشكل عام، المقدمه هتكلم عن الطاقه بشكل عام واهميتها، وبعد كده هبتدي اخصصها بقى باهميه الكهرباء في حياتنا. يبقى لما اجي اعمل سيرش هقول اهميه الكهرباء. بعد كده دورك في ترشيد استهلاك الكهرباء، انت بقى كشخص يعني كمواطن او مستهلك ازاي تقدر ان انت ترشد استهلاكك في الكهرباء، ممكن تعمل ايه وممكن تعمل ايه كمان عشان توعي غيرك. بعد كده بيقولك صمم لافتة على شكل مستطيل بأبعاد مناسبة مع بيان هذه الأبعاد وإيجاد محيطه. هو كده بقى دخلي على الايه، على الرياضيات المستطيل ومحيطه. تمام. بعد كده كتاب الجملة في اللافتة تحث فيها زملائك على الحفاظ على الكهرباء. هتعمل لافتة وتقول لزمايلك ازاي ان هم يحافظوا على الكهرباء باللغة العربية برضو واللغة الأجنبية. تمام كده يا شباب. الموضوع الثالث عندنا الصحة، فانا هتكلم عن الصحة والنعمة اللي ربنا مديها لنا في الصحة وكل الكلام ده. الصحة من اعظم النعم على الانسان ويجب المحافظة عليها، فانت هتكتب لي في دي المقدمة. بعد كده في ضوء دراستكم باعداد مشروع بحث يتضمن ما يلي، اساليب للحفاظ على الصحة، اذا كان غذاء اذا كان مأكل اذا كان مشروب اذا كان حياة اذا كان ممارسة الرياضة. بعد كده بيقولي بقى فوائد المياه للحفاظ على صحة الانسان، يبقى المية واهميتها. بعد كده تصميم لافتة على شكل مستطيل بأبعاد مناسبة بالسنتيمتر، هنا هو حددها لك، للحفاظ على الصحة باللغة العربية واحدة اللغات الأجنبية، ثم حساب محيط اللافتة. هو كده دخلك عربي وإنجليش وعلوم ودراسات مع بعض. يعني الدنيا إلى حد ما سهلة برضو زي ما قلنا. الكلمات اللي هي معمولة بخط أسود تقيل شوية دي مهمة قوي، لأن هي دي برضو هتتحسب عليها جدا. يعني نيجي بقى على الموضوع اللي بعد كده، الماء. فبيقولي الماء أهمية كبيرة في حياة الكائنات. انت هتقولي بقى المية وإيه هي المية وكوكب الأرض قايم على المية وكل الكلام ده هتدور عليه طبعا، كان مقدمة. ولك أهمية الماء للكائنات الحية، الإنسان والنبات والحيوان. المية بتلعب دور إيه في حياة الإنسان والنبات والحيوان، ويقدر يعيش من غيرها ولا لأ، وهي من الأساسيات ولا لأ. بعد كده دورك في ترشيد استهلاك المياه، انت بقى كفرد ومستهلك ازاي هترشد المياه. كده بيقول لك تصمم برضو لافتة على شكل مستطيل بأبعاد مناسبة للسنتيمتر، الحفاظ على المياه باللغة العربية واحدة اللغات الأجنبية، ثم حساب محيط اللافتة. نفس الكلام، خد بالك كل كلمة برضو مكتوبة باللون الأسود، الكلمة دي هي اللي هتعمل بيها السيرش بتاعك. في آخر الفيديو هقول لك ازاي تفتح الويب سايت الموقع وتعمل السيرش الخاص بيك. لحد كده أعتقد الدنيا مفهومة. طبعا لازم تعمل مقدمة لكل واحد فيهم، كل موضوع من المواضيع دي تعمل عنوان ملفت ليهم علشان تقدر ان انت يعني ايه تشد اللي بيقرأ البحث بتاعك. فبقولك الشهادات العامة محاول مشروع في حاجات اساسية لازم تتكتب. اول حاجة الرقم التعريفي اللي هو الكود بتاعك، عنوان الموضوع، بعد كده وعنوان الموضوع لازم يبقى بيشد، مقدمة عن الموضوع، وبعد كده عناصر الموضوع المختلفة. العناصر اللي انا بقى هتكلم فيها هي المياه واهمية المياه مثلا، وعددهم تحت بعض على الاقل، على الاقل تعملي 5 عناصر. بعد كده النتائج اللي هي الحاجات بقى اللي ترتبت على الكلام اللي فات ده، او انت استنتجت ايه من الموضوع ده. طيب نيجي بقى بيقولي عدد الكلمات الملخص 25 ل 20 كلمة. انت هتعمل ملخص للموضوع، خد بالك اللي هو الخلاصة اللي هي زي المقدمة كده، يعني اللي انت بتقول فيها كل حاجة. الموضوع من 250 ل 200 كلمة. ده بالنسبة للعادي. بالنسبة للغة الانجليزية اللي هو طالب منك ان انت تعمل بيها لافتة من 10 ل 8 كلمات. يعني فعش تكتب لي welcome to Egypt، لا هي welcome to Egypt دي هي فقط، welcome to Egypt دي يعني انت بتكلمني في 3 كلمات، يعني فكر في حاجة اكتر. المشروع اللي بعد كده الصف الرابع الابتدائي، برضو بيقول لك اختار مشروع من المشاريع اللي قدامك دي وهتعملها لإما لوحدك لإما فريق لا يزيد عن 3 من زملائك، يعني انت و3 زمايلك.
فاحنا كده بنتكلم في 4، يعني انسى بقى الخمسة دي. طيب نيجي على الجزء اللي بعد كده نشوف هو بيقول لي ايه. هي نفسها على فكرة المواضيع، يعني السياحة، المية، الصحة، نفس المواضيع اللي هو كلمك عنها، الطاقة، ولكن بتختلف في العناصر وبتختلف في نوع النوع او كلمة البحث اللي انا بطلب منك ان انت تتطرق ليها. الجزء ده من الموضوع ده اللي انا عايزك انت تدور لي فيه، مش حاجة بعيدة عن الموضوع. فخلينا نبدأ كده مع بعض بأول حول. وطبعا هتمشي على نفس النسق في باقي المشروعات من أول تالتة ابتدائي لحد تانية إعدادي. ركز في النقاط الأساسية، هي شرحة نفسها برضه، هحط لك في الوصف تحت، هحط لك اللينك بتاع صفحة الفيسبوك اللي هتقدر تنزل من عليها كل مرحلة بالمشاريع بتاعتها. دلوقتي انا هوريك ازاي اصلا تعمل سيرش على المعلومه، وازاي تعمل اصلا اكاونت على بنك المعرفه المصري. تمام، قبل ما بقى، احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان المفاتيح اللي انا هدور بيها هو عاملها باللون الاسود الغامق، فانا حتى لو معرفتش ادخل على بنك المعرفه المصري او معرفتش ان انا اشوف انا هعمل ايه فيه، فانا ممكن اصلا على جوجل خلاص انا هاخد اول عنوان عندي مقاومات السياحه، صح كده، واروح جاي هنا على جوجل ومقايل مقاومات السياحه بشكل عام بقى، انا مش هقول في بلد معينه، هو نفسه جاب لي مقاومات السياحه في مصر، بعد كده بيقول مقاومات السياحه بشكل عام، اهو جاب لي موضوع حتى بالصوره بتاعته، جاب لي الحاجات اهي مقاومات السياحة، نقط 1 2 3 4. هبتدي اقرأ كل نقطة والخصها باسلوبي، يعني لو قلت مثلا موقع جغرافي، عد موقع جغرافي للدولة عاملة محددة لنشاط الحركة السياحية فيها، اذ ان الدول الاوروبية مثلا تختلف في خصائصها الطبيعية عن الدول الاسيوية. تمام، هو انا بيقولي بقى خد بالك ان مكان الدولة بيفرق في الموضوع ده، فانا ممكن اقول كل الكلام ده ان الموقع الجغرافي لكل دولة مهم جدا، مهم لنوع النشاط السياحي. وقول لي وجهة نظرك ليه مثلا حصل ان ده كان اعلى استهلاك للكهرباء وده كان اقل استهلاك للكهرباء، بقول لك واكتب اسم كل شهر باللغة العربية باحدى اللغات الاجنبية، ده سهل. ده المية بقى بيقولي للماء اهمية كبيرة في حياة الكائنات الحية، وبدونه تستحيل الحياة على وجه الارض. أنواع، طيب هيجي بقى يقولي ايه هنا، قال لي حالات الماء في الطبيعة، حالات المية في الطبيعة ايه؟ صلب وغازي وسائل. عملت بس دور عليها برضو بتعمق اكتر، هتبقى انت المفتاح بتاعك اللي هدور بيه ايه، حالات الماء. بعد كده اهمية الماء للانشطة الاقتصادية، الانشطة بقى الاقتصادية هل بتدخل فيها المية؟ اعمل عليها سيرش، ده لازم. بعد كده حساب عدد زجاجات المياه التي يستهلكها افراد اسرتك في اليوم الواحد، ثم قدر ذلك في شهر كامل في احد شهور الصيف واحد شهور الشتاء. يبقى هتقول كل فرد في عيلتك بيشرب كام ازازه مياه في اليوم، وبعد كده تحسب كل واحد كام مياه في الشهر، وبعد كده بتقول بقى في الصيف هل استهلاكهم بيبقى زي ما هو في الشتاء ولا لا. طبعا بيختلف، احنا مش هنكتفي في الصيف. اكتب عده نصائح لزملائك لترشيد استهلاك المياه باللغه العربيه واحدى اللغات الاجنبيه، برضه هتبقى حاجة توعية. الشكل العام برضه هنقول الرقم، التعريف اللي هو الكود الطالب، وبعد كده عنوان الموضوع ولازم يبقى بيشد، وبعد كده مقدمة عن الموضوع، عناصر الموضوع المختلفة، وبعد كده النتائج. بيقول لي خد بالك بقى انت رابعة ابتدائي كبرت شوية، الملخص يبقى من 40 ل50 كلمة، الموضوع من 400 ل500 كلمة، اللغة الإنجليزية من 15 ل30 كلمة تكون مكتوبة. ركز قوي، خد بالك من علامات الترقيم في كتابتك للموضوع، ولو هتكتب إنجليش تاخد بالك من الهجاء، يعني يبقى الكتابة بتاعتك صحيحة كسبيلينج، كل كلمة تبقى مكتوبة صح، والجرامر فيها يبقى صحي جدا، فخد بالك برضو انت تستخدم انهي زمن وانت بتتكلم. فانا مثلا هختار مثلا، خد بالك من المواضيع دي لان هي مهمة جدا، يبقى عليها حساب شديد ليك وانت صحح البحث. الخطوه ده كده يكون انتهى بحث الصف الرابع. نفس النسق يا شباب انت هتمشي فيه في باقي المراحل من 5 ل6، يعني بقيه الصف المرحله الابتدائيه هتمشي فيها على نفس النسق ده. وخد بالك ان هو بيجيب لك العناصر الاساسيه اللي عايزك تتكلم عنها، او المواضيع الاساسيه اللي انت هتعمل عنها البحث او هتعمل عنها السيرش عندك عشان تجمع المعلومات عنها، هو جايبها لك تحت المواضيع. والمفاتيح اللي انا هدور بيها او الكلمات اللي انا هدور على المعلومات الخاصه بيها وعاملها لي بلون اسود تقيل شويه، فانا مش هقدر طبعا اكمل معاك 5 و6 والكلام ده كده كله، بس اعتقد ان احنا كده ايه استوفينا الدنيا شويه. نكمل بقى ندخل على مرحله الاعدادي عشان اقدر اوريك بعد كده السيرش ازاي تقدر تعمل.
السنة الدراسية نقول مثلا تالتة، اسم المدرسة مدرسة. وبعد ما عملت اللي فات ودرست اوكي، قال هنا بقى في الشروط والاحكام والكلام ده كده كله، ده اساسي لازم تبقى عارف الشروط والاحكام بتاعت الموقع نفسه. انا دوست اوافق، عملت نفس الكود وقلت الخطوة التالية. بيقول دلوقتي ان هو ايه كده خلاص انا تمام. المفروض ان هو هيبعت لي رسالة على الموبايل، على الايميل، هيبعت لي ايميل يعني. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. انا اديتك مثال واحد بس ان انت تقدر تنفذ نفس المثال ده على باقي المراحل. لو في اي استفسار او اي حاجة يعني ممكن تبعتولي مسج على البيج على الفيسبوك، او تعملي في كومنت الاستفسار بتاعك. ما تنسوناش بصالح الدعاء، وهتلاقي الورق المرفق لكل المراحل من تالتة لحد تالتة من تالتة ابتدائي لحد تالتة اعدادي على البيج على الفيسبوك باسم اسماء عرابي بالانجليش، وحط لك في الوصف تحت اللينك، وحط لك برضو اللينك الخاص بكل بحث من المراحل كلها. دمتم بخير، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.